السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنبدأ دروس تعلم الإكسل من البداية إلى الاحتراف. قبل أن نبدأ، أتمنى من أي شخص يشاهد الفيديو أن يشترك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. هيا بنا. أولا، سنرى مجموعة من الطرق كي نقوم بإظهار الإكسل. الطريقة الأولى هو أن نضغط بالزر الفأرة الأيمن في سطح المكتب، ثم نختار نوفو، ثم نختار فايد كالكيل مايكروسوفت إكسل. بالنسبة للطريقة الثانية، نذهب إلى لاباغ دي تاش، ثم نختار روشيرش، ثم نكتب إكسل. الطريقة الثالثة، نضغط على دماغي ثم نبحث على الحرف E. لدينا A B C D، هنا E إكسل. هذه الطريقة الثالثة. والطريقة الرابعة، نضغط على Windows R ديال الكلافي ثم نكتب إكسل. أوكي. هذه مجموعة من الطرق كي نقوم بإظهار الإكسل من داخل الحاسوب. أولا، سنبدأ بشرح واجهة الإكسل. لدينا أولا لاباغ دو تيتخ، أبخي عندنا لاباغ دو تيل أكسي رابيد، أبخي لي زونغلي، Après le ribbon, après mon fichier, après les groupes, groupe presse papier, groupe police, groupe alignement, groupe nombre, groupe style, groupe cellule, groupe édition. Après non, zone non. Et la barre de formule et l'insert de boîte de dialogue. Maintenant, tout le groupe qui confère une flèche qui s'appelle l'insert de boîte de dialogue. Maintenant, la barre de défilement vertical et la barre de défilement horizontal et bouton de défilement, onglet de feuille, le signe plus pour ajouter une feuille et l'alphabet A, B, C, D, etc. en tête de colonne et les nombres en tête de ligne et la barre d'état, les modes d'affichage, curseur de zoom, facteur de zoom et enfin espace de travail. هذه هي واجهة الإكسل. سنبدأ أولا بالتحديد أي سيليكسيون. كما نلاحظ هنا في لا بار دو تيتر كلاسور A تيري إكسل. كلاسور A مايكروسوفت وورد كنلقاو دوكيمون. Excel كنلقاو كلاسور. PowerPoint كنلقاو بريزونطاسيون. بالنسبه لاكسل ما عندناش هنا لي باج، عندنا لي فوي.
كل كلاسور كيمكن له سيبورتي 255 في، كيمكن لنا نكليك على هاد بلوس في 2 في 3 اكسيتيرا، يعني كي كل كلاسور غتلقى فيه 255 في، وكل في كيكون فيها لي كولون، لي كولون A B C D E F، اخر كولون اللي سميتو X F D. كيفاش غندير نمشي لاخر كولون؟ كنكليك على كونترول فليش دو ديريكسيون ا دروات ويعطينا اخر كولون اللي هو اكس اف دي. الا جينا نحسبو من ا جوسكا اكس اف دي غادي نلقاو 16384 كولون. نحاولو نحسبوها باش نتاكدو، نديرو ايكال، نخدم واحد لا فونكسيون من بعد غادي نشرحوها، ام بي فيد ندير ا دو بوا اكس اف دي ا ونسد القوس ونفاليدي اونتري. شنو عطانا؟ 16384 كولون. الى بغينا نشوفو شحال من لين، بالنسبه للين عندنا 1,048,576 لين، كل في غيكون فيها 1,048,576 لين. باش نتاكد نكليك على كونترول بليس فليش دو ديريكسيون اون با، غادي نلقاو هنا كما كتشوفوا 1,048,576 لين. غادي نرجع بكونترول فليش دو ديريكسيون اون هو. بعد ما تعرفنا على لي لين ولي كولون غادي ندوزو سيليكسيون تحديد. فحال شي الا بغيت نسيليكسيوني لا لين ا يكفي نكليك على لا لتر ا، بوطون دروا بوطون كوش دو كلافي ان كليك، كولون بي كولون سي كولون. الى بغيت بليزيغ كولون باغ اكزومبل كولون ا سي او، كليك على كولون ا كونترول سي او. الى بغيت نسيليكسيوني كولون بي افيك كلافي كونترول اسباس كونترول اسباس. بالنسبه للين كيكفي نكليك على نيميرو 4 او بيان 8 او 10 5 او بيان افيك كلافي شيفت اسباس شيفت اسباس سي بيان. بالنسبه لافي باش نسيليكسيوني لافي ما كنكليكي في هذا لو بوطون هادي كما كتشوفوا هنا ان كليك ou bien CTRL plus A ou bien CTRL SHIFT espace ou bien cliquez sur la cellule qui m'a caché vous m'aille à doquet ce mot les cellules, cliquez sur la cellule AA CTRL SHIFT flèche de direction à droite et CTRL SHIFT flèche de direction en bas, va sélectionner la feuille. هادو مجموعة الطرق باش نسيليكسيوني في الاكسل، نتمنى يكونوا واضحين. هذا غير اول درس، درس خفيف. الفيديو الجاي غيكون درس فيه سيليكسيون متعمق اكثر، ونبداو الخدمة ديال الاكسل ان شاء الله. كنتمنى من الجميع الشارك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلوا كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.